أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى السادس، مرحبا بكم في حصة جديدة من مادة الرياضيات. حصة اليوم ستخصص لدعم وتثبيت درس التناسبية الكتلة الحجمية، وهذه هي الحصة الثانية. نبدأ بالتذكير. الكتلة الحجمية تساوي الكتلة مقسومة على الحجم. نعبر عن الكتلة الحجمية بالجرام على السنتيمتر مكعب، أو الكيلوغرام على الديسيمتر مكعب، أو الطن على المتر المكعب. لحساب الحجم فنقوم بقسمة الكتلة على الكتلة الحجمية. أما لحساب الكتلة فهي تساوي الحجم مضروب في الكتلة الحجمية. نبدأ مع المسألة الأولى. يوجد في إناء 1.85 ديسيمتر مكعب من الماء، وضعت فيه قطعة معدنية تزن 250 غرام، فارتفع مستوى الماء وأصبح يمثل حجما قدره 2.350 ديسيمتر مكعب. ما هي الكتلة الحجمية للمعدن أو للقطعة المعدنية؟ إذن من خلال المعطيات سأحاول أن أرسم ما تتحدث عنه المسألة. إذن لدينا إناء، هذا الإناء به ماء، الماء الذي يوجد في الإناء يمثل 1.85 ديسيمتر مكعب، إذن هذا هو الحجم في بداية المسألة. لكن بعد إدخال القطعة المعدنية إلى عند وضع القطعة المعدنية داخل الإناء لاحظنا ارتفاع الماء. فأصبح مستوى الماء يمثل أي V2 يمثل 2.35 ديسيمتر مكعب. هذه هي المعطيات التي نتوفر عليها، بإضافة إلى أن القطعة تزن 250 غرام. إذن أول ما يجب حسابه مطلوب هو الكتلة الحجمية. نتوفر على الكتلة، ما يجب البحث عنه هو الحجم باعتماد هذين المعطيين. إذن حجم القطعة النقدية أو القطعة المعدنية يساوي الحجم بعد إدخال القطعة المعدنية إلى الإناء ننقص منها الحجم الذي يمثله الماء، ألا وهو 1.85 ديسيمتر مكعب. إذن حجم V3 يساوي V2 ناقص في بداية تجربة، إذن V2 فهو حجم الماء مع القطعة النقدية، بينما الحجم V1 فهو يمثل حجم الماء. إذن يساوي 2.35 ناقص حجم الماء 1.85 الذي يمثل 0.5. إذن حجم القطعة المعدنية هو 0.5 ديسيمتر مكعب. إذن توصلنا الآن إلى الحجم، ولدينا الكتلة، والمطلوب هو الكتلة الحجمية. الكتلة الحجمية من خلال القاعدة، الكتلة الحجمية تساوي هي الكتلة مقسومة على الحجم، الذي يساوي بتعويض القيمة في تساوي الكتلة 250 بالجرام. إذن يجب تحويلها من الجرام أو كتلة القطعة
250 عفوا، مئتان وخمسون غرام نقوم بتحويلها إلى الكيلوغرام، فنجد أنها تساوي 0.25 كيلوغرام. إذا بتعويضها في المسألة نجد أن الكتلة الحجمية تساوي 0.25 مقسومة على 0.5. إذن بضرب البسط والمقام في 10 نجد أنها تساوي 25/50 التي تساوي بقسمة 25 و50/25 نجد أنها تساوي 1/2. إذن الكتلة الحجمية لقطعة المعدنية هو 1/2 أو 0.5 كيلوغرام على الديسيمتر المكعب. الكتلة الحجمية الكتلة الحجمية للقطعة المعدنية هي 0.5 كيلوغرام على الديسيمتر المكعب. إذا نكون قد أجبنا عن المطلوب في المسألة، ننتقل إلى المسألة الموالية. المسألة الثانية، كتلة قطعة معدنية هو 7.5 كيلوغرام والكتلة الحجمية لهذا المعدن هي 4.8 كيلوغرام على الديسيمتر المكعب. المطلوب ما هو حجم القطعة المعدنية؟ إذا لحساب حجم القطعة المعدنية نستعين بالقاعدة التي تقول أن الحجم يساوي، لدينا الكتلة الحجمية تساوي الكتلة على الحجم، إذن الحجم يساوي الكتلة مقسومة على الكتلة الحجمية. إذا لحساب حجم القطعة المعدنية نقوم بالتعويض في العلاقة، فنجد أن الحجم يساوي الكتلة من خلال المعطيات فهي تساوي 7.5 كيلوغرام. يجب الانتباه إلى الوحدة التي توجد بجانب الكتلة، يجب أن تكون هي نفس الوحدة في الكتلة الحجمية، وإلا يجب تحويل قيمة الكتلة إلى الوحدة المكتوبة في الكتلة الحجمية. إذا لدينا كتلة القطعة هي 7.5 والكتلة الحجمية هي 4.8، إذا بقسمة 7.5 على 4.8 نجد أنها تساوي 1.5625. إذا الجواب هو الحجم القطعة المعدنية هو 1.5625. الآن ما هي الوحدة التي سنكتبها؟ نرجع إلى المعطيات، لدينا 7.5 فهي بالكيلوغرام، بينما 4.8 فهي بالكيلوغرام على الديسيمتر المكعب.
إذا الكيلوغرام مع الكيلوغرام يبقى ديسيمتر المكعب، إذا سأكتب الوحدة هي الديسيمتر المكعب. إذا حجم القطعة المعدنية هو 1,5625 ديسيمتر مكعب. بهذا نكون قد أجبنا عن المطلوب في المسألة. ننتقل إلى المسألة الموالية. المسألة رقم 3، أتمم الجدول. إذا المطلوب هو أن نقوم بإتمام الجدول. في الخانة الأولى لدينا المادة، وهي إما الماء، الزيت، النحاس والألمنيوم، ثم الحجم بالديسيمتر المكعب، الكتلة بالكيلوغرام، ثم الكتلة الحجمية بالكيلوغرام على الديسيمتر المكعب. إذا أول سطر الماء، لدينا معطى الحجم والكتلة الحجمية. إذا المطلوب هو حساب الكتلة الحجمية للماء. إذا الكتلة الحجمية باعتماد القاعدة التي رأينا سابقا، فالكتلة الحجمية تساوي هي الكتلة على الحجم. إذا لحساب الكتلة الحجمية فهي تساوي ماذا؟ تساوي الكتلة أي 3 على 3 التي تساوي 1. إذا الكتلة الحجمية للماء هي 1 كيلوغرام على ديسيمتر المكعب. الآن مطلوب وحساب مادة الزيت، حساب الكتلة الحجمية. نتوفر على الحجم الذي يمثل 1.5 والكتلة 1.35. إذا المطلوب هو حساب الكتلة الحجمية. إذا بنفس الطريقة فهي تساوي الكتلة كما رأينا في القاعدة، فهي الكتلة 1.35 مقسوم على الحجم 1.5. لا تنسى كتابة الجواب فقط. بالنسبة للجدول نكتب الجواب فقط. إذا سأحسب في المسودة 1.35 التي تمثل كتلة الزيت مقسومة على الحجم 1.5 الذي يساوي 0.9 كيلوغرام على الديسيمتر المكعب. سأكتب الأجوبة بلون مغاير. هنا 1، بينما هنا فهو 0.9. إذا الآن ننتقل إلى النحاس. نتوفر على الحجم والكتلة الحجمية، والمطلوب هو حساب الكتلة. المطلوب هو حساب الكتلة. إذا ما هي العلاقة التي ستمكننا من حساب الكتلة؟ نعم جيد، الكتلة تساوي الحجم في الكتلة الحجمية. إذا الكتلة الكتلة تساوي الحجم مضروب في الكتلة الحجمية. إذا الحجم هو 5 مضروب في الكتلة الحجمية 8.94. إذا النتيجة تساوي، يمكنكم إنجاز العملية على دفاتركم فتجدون أنها تساوي 44.7. إذن 44.7 كيلو جرام. ننتقل الآن إلى الألمنيوم. نتوفر على الكتلة بالكيلوغرام والكتلة الحجمية بالكيلوغرام على الديسيمتر المكعب. المطلوب هو حساب الحجم. إذا الحجم يساوي الكتلة مقسوم على
الكتلة الحجمية. إذا الكتلة هي 1.70815، 1. مقسومة على الكتلة الحجمية 2.69. يمكنكم إجراء العملية على دفاتركم فتجدون أن النتيجة تساوي 0.635. إذا نكتب إجابة في الجدول 0.635 ديسيمتر مكعب. إذا من خلال هذا الجدول قمنا بمراجعة جميع القواعد التي رأينا سابقا، أن الكتلة الحجمية تساوي الكتلة على الحجم، وأن الحجم يساوي الكتلة على الكتلة الحجمية، وأن الكتلة تساوي الكتلة الحجمية مضروبة في الحجم. بهذا نكون قد أجبنا عن المطلوب في المسألة. ننتقل إلى المسألة الموالية. قطعة من حديد على شكل منشور قائم ارتفاعه 15 سنتيمتر ومساحته 5.4 سنتيمتر مربع، المطلوب ما حجم هذه القطعة بالديسيمتر المكعب؟ ما كتلة هذه القطعة بالجرام، علما أن الكتلة الحجمية للحديد هي 7.8 كيلوغرام على الديسيمتر المكعب. إذا نبدأ بالمطلوب الأول، ما حجم هذه القطعة بالديسيمتر المكعب؟ المعطيات التي نتوفر عليها: شكل القطعة منشور قائم، الارتفاع 15 سنتيمتر، ومساحة القاعدة 5.4 سنتيمتر مربع. إذا لحساب الحجم، فالحجم يساوي مساحة القاعدة مضروب في الارتفاع. لدينا مساحة القاعدة 5.4، بما أن مطلوب وحساب حجم القطعة بالديسيمتر مكعب، إذن من الأفضل تحويل هذه القيم إلى الديسيمتر. إذن مساحة القاعدة 5.4 سنتيمتر مربع يساوي 0.054، إذن 0.054 ديسيمتر مكعب. إذن لإجراء هذا التحويل تستعينون بجدول التحويل. إذن الارتفاع خمسة عشر سنتيمتر يساوي 1.5 ديسيمتر. إذا الآن نحسب الحجم. إذا نقوم بضرب مساحة القاعدة 0.054 مضروبة في 1.5، إذا حجم القطعة الحديدية يساوي مساحة القاعدة 0.054 مضروب في 1.5 يساوي 0.081. يمكنكم إجراء العملية للتأكد. إذن حجم القاعدة، نكتب الجواب، حجم القطعة صفر فاصلة صفر واحد وثمانون. لا تنسوا كتابة الوحدة، الوحدة هي الديسيمتر المكعب. إذا توصلنا إلى النتيجة الأولى، ألا وهي أن حجم القطعة الحديدية هو 0.01
تمام. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، ما كتلة هذه القطعة بالجرام، علما أن الكتلة الحجمية للحديد هي 7.8 كيلوغرام على الديسيمتر المكعب. إذا من خلال ما رأينا سابقا فالكتلة تساوي الحجم مضروب في الكتلة الحجمية، إذا الكتلة تساوي الحجم مضروب في الكتلة الحجمية. إذا الحجم خلال المعطيات السابقة فيساوي 0.081، بينما الكتلة الحجمية انطلاقا من المعطيات فهي تساوي 7.8. إذا هذا يساوي بإجرائكم لعملية القسمة تجدون أنها تساوي 0.6318، 0.6318، لكن الوحدة هنا فهي بالكيلوغرام، الوحدة بالكيلوغرام، لكن المطلوب هو حساب كتلة هذه القطعة بالجرام. إذن يجب تحويل هذه القيمة من الكيلوغرام إلى الجرام، فنجد أنها تساوي 631.8 جرام. إذا الجواب كتلة القطعة الحديدية هو 631.8. إذا بهذا نكون قد أجبنا عن المطلوب في المسألة الرابعة. نشكركم على حسن انتباهكم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.